ثلاث سنوات. اخوك ذاك اكبر منك؟ اكبر مني 3 سنوات. اسالك قول له تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله عليك. العب في عقلك بالملعب ترى الا دعم بدايه انت وجهك كذا ما يرضى عليه يا وجه سعود غربي. قلت له قلت له والله العظيم فيك احمد ليه ما طلبتني؟ الله يسامحك خلاص انا جيت ترى والله ما تبي ماشي. الله يسامحك والله الله يرفع قدرك واخدمك ان شاء الله في زواج لا اخدمك ان شاء الله في امور ثانيه. اي زواج ولدي يا في زواج ولدك. ايوه كويس هذا اصلا كويس الحمد لله يمديني استغفر الله العظيم. سمعت ايش اسمك اليوم؟ ما تبدي لا نسى يمديني نسى يا ولد الضرر غريبه ما شاء الله. ما شاء الله بينكم بين قصير حلوه يا عيال الرجال هذا عرفته قبل 8 سنوات ما تبي ما اعرف هيثم وقتها ما اعرف هيثم قبلها كان وقتها بطل يا هيثم. كنت متى اروح النادي؟ اذا فتح الساعه 10 الصبح انا عند بابه عجيب عاطل الترم الاول ما عندي شيء والساعه 12 امر اخواني في المدرسه اخذهم. كان هذا جدولي يوميا اقسم بالله استمرت شهرين كامله. وزني كان تقريبا حول 92 اوف وينزل الين 82 وطول 181 تواصل توازن نعم. بديت ادخل الحين حديد واشد نفسي وارتخي ليس لأنه يمر عليك أسبوعين ترى ما تنزل فيها أي شيء تحرق ولا ينزل شيء يثبت الوزن الآن لأنه أول ما ينزل فيك الدهون. أيوة تركت الشهر الأخير الثالث ولا فترة صباح في النادي والله يا نفاق ترى هذه اللي تصلي في الوزن عشق الرياضة عشق غير طبيعي. سويت عمليات هنا في الركب عندي عشان كورة ما كورة بعدها بس ما زلت عارف طقطق هرول أروح أجي. أنا يمكن أخبرني ببرا راكت بدل وزن صحيح لتاخذ انت وجبه انا اخذ دبله. جلست يمكن 3 شهور او 4 شهور على نفس النظام ذا تعودت بدون لا رياضه ولا شيء يرتفع وزني 15 كيلو 15 كيلو وماشي الوجبات علق الماي والله زد رصيدك 14 كيلو زياده 14 طاح زدت ولا يعني ان شاء الله اللي بنزل هنا 14 كيلو زد تسمع انا طلعت هناك تشرب طلعت من زد رصيدك مو بجسمي هذا والله طلعت ما في اي زوايد راحت. انا رجال الحمد لله استمتع بالتمرين استمتع بسم الله ترى في اجسام ما شاء الله تبارك الله مهما اكلت ما تمتن ما تمتن فعلا فيه. انا عندي عيال عمي اللي قسما بالله انهم ياكلون بيديهم صبله وريه خضر اليابس ما شاء الله دم حط ام الصحن ما كم بس ينهب الخروف يلتفت عليك خاص بروق والله الحمد لله والله العظيم وانحف من الرجال ما شاء الله وسكت. هذا عنده بلغ في بطن عنده دود في بطن لا 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 ترى توزع هذه اسمها توزع ما توزع احنا ناكل وهنا على طول كم انت لا 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 والله غدا كان اذاني طلي اخذت نسفات وايد والله العظيم يا شيخ صادق بلا لا البلاط بارد حلو والله دقيت لي بجهاز 1400 في البيت انا واحد من اخواني جهاز ايش؟ جهاز الحديد واللي بالله عليك اي والله كل شيء ابو سبب بطن رجل كل شيء ياخذ 6 حركات اقسم بالله الرياضة يبغى لها عزيمة يبغى لها روح بلا صملة ارجع صحيح ترى تقدم عليك وخذي ارجع يا ابو اخر اللهم لك الحمد يلا لك الحمد والشكر اليوم بس تكون كورة ولا اليوم ايش؟ والله في ملعب تحت بدي بيخلوكم تطلعون في ملعب بس في مبادرة بكرة صادق والله بكرة بكرة بالحرب متى تنام؟ متى تنام انت؟ ايش؟ متى تنام انت؟ غالبا غالبا الساعة 7:30 طيب ننزل بعد الهواء مباراة لا انا بروح الحرم ان شاء الله والمبادره من الحرم بكره بدي اطلع الحرم والله ان شاء الله بطلع الحرم مسجل لي حال الحرم ليش ما يبغى اجلس في الساحه تلين وتمدد ما برجع هنا بنام هناك ان شاء الله من غير شر إيه لا واجيكم على الحرم العصر لا 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 بعد الفجر ازيلك تعال ازيلك انصح المبادره في الحرم إيه ايش ما تنفع انصح عشان كذا بروح عاد الروح انا بالنسبه لي والله اجلس بعد الفجر في الحرم تلين واستغفر واذكر الصباح فيها داور تيجي تحصل مر الفندق ذاك افطر وتعال ايوه مر ذاك وافطر وتعال تعرف افطركم موجود راح الله يستر عليه نظامك يا ابو البلاء عزمنا لو بالغلط
والله عيني فلاش يعني ابشر بس بطلكم اليوم ابشر كانت سبيشل ترى فاز عبد الله الجميري ترى ما نسيت انا هو نسى انا ما نسيت الا صار بيني وبين الشركه الراعيه خلاف اسحبت الجوائز كيف 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 بالضبط ما فهمتك انا اقول يقول لها جائزه فزت اليوم انت مسابقه اي بس قلت بيني وبين الراعي صار بيني وبين مشكله اي ولا في جوائز انت الراعي لا انا الراعي وهو شركه القائمه بالبرنامج وفوق بس انا احسن المركز الثاني بس طقطق علي انت شوف بس هذا انت تبغى فلوس ارفع شكوى باسمي وباسم جميع اللي شاركوا بالبرنامج ان يقفون معي اولا ثانيا يدعموني الاخ الاعلامي الكبير الذي مارس في الاعلام اكثر من 13 سنه ميت ميت ضعيف اسمع بعلمك شوف بس توعد لأن يعطي ابشر بعمره الحاصل على المركز الاول جائزه طيب حدد لها قيمتها ما ادري كم قيمتها خلاص قيمتها 15 ريال حرام درويش لك ابشر بس خلاص يا ريتك ما سويت دعوه افضل هديه ولا سويت شيء اي والله انا ما ابغى يفوز اصلا ما ابغى افوز ادري كلها عمره افضل هديه ما غيب على لسان هاي ما ادري اطر لي عندكم ابشر بس سعد دندن وحنا نغني لا كذا وش ابه والله انك شفت بعد انت والله بعدهم متعطش انت متعطش انا قبل ربع جدا الا ربع طبعا عيال نعتمر ها ايه لا لا اجل سنة اجل سنة مال الرجال اللي بذكر الطيب يا خلت صعب رجل من تجيب الحكم منه الحكم يقول السلامة الدرس مياه الوالي تبقى اذا المسمع مرحبا قال يا نماي تسمعني يا وجل لا ابوي مسكني مسمعي من يوم انا ورع وانا باقي قال اسمع اياك والناس طرف المسمع ولا كله شوف حتى ما شاء الله مسمعي طال من كثر النصايح يقول لي ابو حامد افعل الخير افعل الخير وافعل المعروف ولا ترد الاذى ولا تجي اي نعم وقتها ما كان يسمع زين الله يجمع حالك انك فزعت يقول ابويا سوي الجميل ولا تنتظر الرد سلام هذه الاولى ثاني شيء لا تغلط على احد وخل قلبك ابيض الله عز الله نوصى جعل يا اسمك سيدك لكن لا تفعل ولا تعي لا احد الله يخلف علينا شيخ وثالث شيء يطلع يشوف إيه؟ ورابع شيء خلاص وصلت وصايا ابو خالد وصلت جعل ابوك في الجنه ويجعل يسلم يقول لك يطول العمر على طاعتك ويخلف لك خير غيرك لا طول عمرك انت لا والله شوف لعبه سعد يا سعد سعد ابوي اعطاني نصيحه قبل ما ادخل زد رصيدك صحيح والله شوف يا خالد انت بتدخلون 20 ادمي ما تدري عن فلان وعلان ترك ما انت مع اخوانك عايش معهم في البيت على طول اول شيء لا تمزح مع الكل مع الجميع هذا ما طبقت انت ما طبقت ثاني شيء لا لاني خلاص انا ما حددت الوضع بعدين مزحت مع الجميع ثاني شيء لا تزعل احد في البرنامج ولا تخلي احد بينك انت يا عداوه نعم. البرنامج مدته 90 يوم شفت وكل اللي يروح عند عواله يا يذكرك بالزين او يذكرك بالشين الله الله خل ذكرك زين يا ولدي على طول كنت على ذا الخشم دزيت على الطائره ذاك اليوم قلبت هذا حكم رسائل سألت أبوه والصور حد نشد بس عاد وش نسوي شوف وجه النملة والله ما حد نشد كتير خلق طبي خلق طبي خلق طبي شيء ما تتا